بابا عن جد بدك ياني روح المدينة؟ ايه روح وليش لا يعني؟ ليش لا يروح؟ شو قولي شغل هنيك؟ يا بتضل هون بالبيت وما في حدا رح يشوفك. خلي امك تشوف الحقيقة بعيونها وتخلصنا. ان شاء الله كله خير. اها بكرة بتشوفوا بعيونكم، بس تسافر رح تروح تدور على غيرك وفورا. وخاصة إنها بتعرف إنك مفلس، ولما ترجع ما بقى تتطلع فيك ورح تشوف وبتقول إمي قالت. بس ملك ما بتعمل هيك. لك ما في بنت بهالحياة بتقبل بشاب مفلس، الزلمة بمصرياته بدونها ما بيسوى شي، هيك بنات هالأيام بيفكروا. وإذا ضليت مفلس هيك مفكر رح ترجع لك يعني؟ هي يا مسكين رح تعرف بعدين إنه الحق كان معي، وبوقتها رح تقول لك يا ريت نسمعت كلامك يا أمي. بجوز أمك يكون معها حق يا ابني طبعا، لأنه هي بتعرف أكتر، لأنه مخها بيطبق على مخهم، لهيك بتعرف طريقة تفكيرهم منيح. اختي ليك وعثمان اجا. لك هلا وقت غلاصتك انت انا حبيت فرحك شوي. ليش ما عاد اجا عثمان يشوفك مثل الحرمية؟ انا اسفة بس كنت عم امزح معك. ولا يهمك، بتعرفي شو لميس؟ يلي صار مع أختك هو درس لإلك. شوفي شو صار فيني لأني وقعت بالحب، هذا درس لإلك، مع أنه هو حارب كتير لنكون مع بعض. بس عثمان ما غلط معك، هو ما دخله. ايه بعرف، عثمان بحبك. مزبوط، هو بحبني، بحبني كتير. عثمان هو حبيب قلبي. ايه والله. ملك لك على مهلك بلا ما حدا يشوفنا. ملك شو وقعتي؟ بتضلك توقع يا بنت؟ آسفة أمي، ما في شي، بس وقعت الطنجرة بدون قصدي. يلا أنا رح استناكي تمام؟ خلاص بشوفك محل ما منلتقي بالعادة. إيه؟ ملك ما ضل عندي وقت، تعي تعي معي هلأ، يلا بسرعة. رح تسافر بهالسرعة هاي؟ أنت هون؟ أنت مسافر مو؟ لكني أجيت. رح تستنيني مو هيك؟ بيجي بعد أسبوع أو 15 يوم، ما رح غيب أكتر. عثمان حكيت مع أبوك؟ لهلأ ما لقيتوا حل المشكلة اللي بيناتكم؟ هلأ هاد يلي هامك؟ مو هامك إني رح روح وبعد عنك؟ لا تقول هيك، شو رح تعمل بدون أبوك؟ قلي عثمان. شو يعني؟ قصدك إني ما بسوى بدون بابا؟ هيك صار الحكي؟ لا ما قصدي هيك أبدا، أنت هلأ معصب من أبوك لهيك عم تقول هيك، بس بعدين رح تندم، وأنا ما فيني أتحمل شوفك زعلان أبداً. بسيطة، رح أشتغل وجيب مصاري، بشتغل أي شيء، المهم أنت استنيني. أنا رح أرجع بأقرب وقت، رح أرجع وأخدك وعد. وقتها بتقبلي فيني ولا كيف؟ ملاك بتحبيني مو هيك؟ بحبك كتير، أنت حبيب قلبي عثمان. Ha ha ha.
لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.